ولا يبقى رئيس جمهورية سينا، ولا يبقى مخلب لمحمد بن زايد في سينا. عايزين نعرف ايه اللي بيحصل في بلدنا، من حقنا، لان احنا اصحاب السيادة، الشعب هو صاحب السيادة، لا السيسي ولا بن زايد ولا مين من كان. دي بلدنا ودي ارضنا، وسينا دي كل سنتي، كل ملي، كل رمل، حبة رمل فيها مروية بدم اهالينا، اجدادنا واهالينا دفعوا دم في الارض دي، تحديدا الارض دي. معايا سعيد؟ مش عارف معانا ولا لا. استاذ سعيد، السلام عليكم. عليكم السلام يا عم سعيد، اهلا بيك، اتفضل. ازيك يا زحمة؟ الله يخليك. عموما انا سعيد بحضرتك جدا. الله يسلمك. وانا كنت يعني داخل للمداخله الاولانيه، لكن من حظي ان انا اكون اول المتحدثين عن العرجاني. اتفضل. بص يا استاذنا، مع الفرق في التشبيه، قصة سيدنا موسى بتحضر قدامي دلوقتي. هو راجل خلاص أمن نفسه، فهيجيله يعني القراب من مأمنه. هو بيكبر العرجاني، والعرجاني دوت هيكون هو نهايته. انت يعني انت واخد بالك، هو جاب واحد عشان يتوغل عليه، وهو أول واحد هيتغول على السيسي هو العرجاني. يا أستاذنا، من أيام عبد الناصر والمصريين لا يمتلكون خبر في أرض سيناء كالرافدين. أستاذ سعيد، للأسف أستاذ سعيد انتظر معانا كتير وبعدين فقدنا الاتصال معاه. أستاذ رضا من مصر، طيب انتظرنا برضو كتير. أستاذ رضا. أحمد. يا فندم، أهلا بحضرتك. ازيك يا استاذ احمد؟ اهلا وسهلا بيك. مين اللي بيكبر العرجاني بالشكل ده ويديله سلطه وعامل له جيش بتاعه في سينا؟ والله يا استاذ احمد، حضرتك بتجيب موضوعات قويه جدا تستحق ان احنا نتكلم فيها شهور، مش في حلقه. فموضوع العرجاني ده نسخه مصغره من اللي بيحصل في دوائر شرطيه جوه البلد، باستعانه بعض اقسام الشرطه ايام الانتخابات وايام المظاهرات وفي اي حاجه زي دي. فموضوع الارجاني ده تطور للفكره دي، تطور للنقطه دي، واخد بال حضرتك؟ فالموضوع كبير، الموضوع مش صغير. وقبل منه كمان، احنا ما ننساش ان مثلا من حوالي 20 30 سنه كانت المواقف بتاعه الميكروباصات دي، كان اللي بيديرها امناء شرطه وضباط شرطه عن طريق عربيات ليهم. فخلت المجرمين والبلطجيه دول تبقى علاقتهم بالشرطه قويه. فمن هنا جه العرجاني، ولسه هيبقى في اكتر من كده كمان طبعا قبل منه. نخنوخ ده معروف السبتيه انه راجل بلطجي، مش يعني ما هوش راجل سوي ولا راجل شبه محترم حتى، واخد بال حضرتك؟ فالموضوع كبير جدا، مش صغير. والكلام ده كله بيدل على ايه؟ على ضعف النظام. ضعف النظام، واكبر دليل على كده ايه؟ انت ما تلاقيش دلوقتي واحد لابس ميري في الشارع زي الاول، لا شرطه ولا جيش، ما تلاقيش، لان هما جبنة. وكان ايام محمد ابراهيم وزير الداخليه، الكلام ده من ظابط، ايام كان وزير الداخليه، كان مدي تعليمات ليهم مباشره ان انتوا ما تدخلوش في مواجهه، انا مش عايز نقطه دم في يعني تنزل من واحد فيكم، لازم تحافظوا على نفسكم. فده معناه ايه؟ ان هم مش بيأدوا واجبهم نهائي، لان المفروض العسكري ده اذا كان مدني او جيش بيروحوا على كفه، المفروض ان هو يعني العسكري او الضابط مقدر لانه شغال في الدوله، جيش الدوله، انما واحد شايل سلاح وعنده ميليشيا عسكريه، ده ايه ده؟ مين ده؟ ده ايه يعني؟ مش فاهمك انا. حد يبقى عنده بلده مستقره ويعمل فيها ميليشيات؟ ما حضرتك الفساد جه من ايام الانقلاب الاولاني بتاع عبد الناصر. الفساد جه سنه، ما جاش مره واحده. ربنا يعين الناس كده. ربنا يعين الناس يا عم رضا. والله انا شاكر جدا لوجودك معايا، ويسعدنا اسمعك وتنورنا دايما. استاذ رابعه من سويسرا، اتفضلي يا فندم. بدكيس حالك؟ اهلا وسهلا، اهلا بيكي. انا عم بتصل من الفقره الاولى، وفيني احكي عن الفقره الاولى لو سمحت. تفضلي. التحرش، نعم. التحرش في الاخت مريم اللي حكيت عن اوروبا. صار لي سنين الناس فاكره ان اوروبا بلد الاحلام. اوروبا فيها ظلم اكثر مما بيتخيلوا، بس بطرق ثانيه.
وانه فعلا مظبوط ما في تحرش. انا ساكنه بسويسرا صار لي 36 سنه. نعم. ما في تحرش، ولو حتى ما بتلاقي نظرات رجال على النسوان اللي ماشيه نصف عاريه، مش لانه هم عندهم اخلاق، هم ربيوا على العري، على انه يشوفوا النساء عاريات. يعني انا بعرف رجل سويسري تقريبا مثل عمري هو مسلم، قال لي انا كبرت كله بمجمع سكني وفي بسين، قال لي الكل عريان، قال لي عريان عريان، قال لي يعني الام والاب والولاد. قال لي انا هلا لما بشوف مره لابسه ثياب نص ثياب، قال لي ما قال لي ولا بتهزني ولا بحس انه بدي اطلع فيها. هذا امر. امر ثاني انه اوروبا بتدفع الدراسه والصحه، ما صحيح، الدراسه صحيح. انا بدفع كل شهر ما يقارب $500 من شان اني اتحكم، والضمان الصحي ما بيغطيني 100%، بيغطيني 90%. هذا عن امر الصحه، حريه الراي وحريه. هلا اكتشف اصلا الغرب انه كان عايش بوهم اسمه حريه الراي. هون العائلات المسلمه، هذا من عشرات السنين عم بحكي، بتعاني المر بالمدارس لما تروح تطلب من المدرسه انه انا ما بدي ابني يغني اغاني الكريسماس. احنا مسلمين وهذا مش من ديننا صدقا. العذاب اللي على فكره بيمارسوا العذاب والعذاب النفسي على الطفل المسلم لانه اهله هيك، وقصص كثير. بلد فيها انا صدقا عشت قصص ظلم، انا انظلمت فيها ما قدرت اعمل شيء، وناس كثير عاشت قصص ظلم وما قدرت تعمل شيء. اوروبا يا جماعه منها مثل ما انتم بتظلموا، لا شك فيها ايجابيات بس فيها ظلم كثير مثل دولنا العربيه. اشكرك فيها ايجابيات وفيها ظلم. اشكرك جدا على ايضاح وجهه نظرك ومن خلال عشتك في اوروبا يعني اللي تجاوزت ال 35 سنه زي ما تفضلتي حضرتك. بشكرك جدا. معايا اتصال من السعوديه، فقدنا الاتصال. طب يبدو ان فقدنا الاتصال. معانا ام محمد من مصر. السلام عليكم استاذ احمد. عليكم السلام، اهلا وسهلا. ازيك يا حاج، عامله ايه؟ ازيك يا ابو عامل ايه؟ الله يخليك يديك الصحه. قولي لي ايه رايك في موضوع العرجاني ده؟ انا اقول لك بس على موضوع التحرش ده يا استاذ احمد. طيب ومال التحرش ده في مصر يا حبيبي؟ بقى زي اكل البستيليا كده، الراجل اتحرش ببنته قدام الباب، قدام بابنا. راجل مين؟ والله واحد ماشي كده وراكب عجله وماشي مع معدي ال 40 سنه، والله اتحرش ببنته قدام بابنا. ببنتك انت؟ فكرت ببنته؟ اي والله. طب... اي والله يا استاذ احمد. طب ده ايه ده؟ طب ما فيش حد ترجعوا له؟ ما فيش حد كبير تكلموه؟ والله العظيم ما كلمنا حد يا استاذ احمد، ومشينا الموضوع وسكتنا ولا رضنا نشاور ولا نقول ولا نعيد. طب ما هو السكوت ده اللي بيطمع الناس وبيخليهم يتجرؤوا يا ام محمد. ما احنا الكاميرا ما جابتوش يا استاذ احمد على يعني ما بتجيبوش واضح. لو كانت جابته واضح كنا جبناه من قفاه. ما انا الكاميرا ما جابتوش بوضوح. يعني اما يبقى راجل يعني كبير 40 سنه، ما هوش صغير يعني. معدل 40 سنه والله العظيم قدام باب. اما من يمه العرجاني بقى يا استاذ احمد، العرجاني ده اصل هو شريك ابن السيس، شريك محمود. ايوه صح، شريك محمود يا استاذ احمد، وبيشاركوا في كل تعريف يجي من فلسطين بيشارك محمود هو والعرجاني سوي، وبيشنقوا الفلسطينيين في الدخول وفي الخروج، وربنا ينتقم منهم الاثنين، ربنا ينتقم من السيسي والعرجاني، ربنا ينتقم من في الدنيا وفي الاخر، وانتقم من عيالهم وعيال عيال، وربنا يخلصنا منهم يا استاذ احمد. شكرا يا محمد، اشكر وجودك. ابراهيم معايا من مصر، اهلا بيك. الو. اهلا يا استاذ ابراهيم، عامل ايه؟ الحمد لله. ايه رايك في الموضوع بتاع العرجاني ومين مين يعني مين بيسمح ان يكون في مصر ميليشيا مسلحه وتبسط نفوذها على منطقه زي سيناء؟ اسمعني من التليفون يا استاذ ابراهيم لو سمحت، وطي صوت التلفزيون شويه. يا استاذ ابراهيم، استاذ ابراهيم اسمعني من التليفون بعد اذنك. معانا ابراهيم؟ طيب يا ريت تتواصل معانا مره ثانيه
واللي كلمنا يا جماعه اسمعنا من التليفون مش من التلفزيون. معايا اتصال؟ استاذ احمد معايا؟ اهلا بيك. عفوا استاذ احمد. الو السلام عليكم استاذ احمد. عليكم السلام يا استاذ احمد، ازيك عامل ايه؟ الحمد لله والله الحمد لله. ايه رايك في موضوع العرجاني؟ مين اللي بيكبروا في البلد بالشكل ده؟ مصلحه مين؟ اللي بيكبروا المصلحة مين يا استاذ احمد؟ اللي خرج نخنوخ المجرم البلطجي من السجن عشان ده يعني النخنوخ ده تاجر 300,000 بلطجي في مصر مع الارجاني، فالاثنين بيعملوا دويتو مع بعض لمصلحه المجرم الكبير اللي قال لك انا ب 100,000 واحد او ب 100,000 جنيه ولا زي ما قال مش عارف ايه 100,000 وبشويه مخدرات انزل اهدي مصر. انزل اهدي مصر، فهو ده اللي عمل كده. يعني السيسي اللي مشغله هو في غيره. شكرك. اذا السيسي من مصلحته يكبر واحد زي العرجاني وزي نخبه.